امبريولوجي مال الدايجستيف سيستم. اللكتشر الاولى حكينا عن الفور جات والليفر، اوكي فور جات والليفر، وحكينا عن بعض الابنورماليتي مالت اللي يصير لنا خلال الديفلوبمنت مالت الاستومك ومالت الليفر. هذا هنا انا راح نحكي شويه عن البنكرياس. البنكرياس هاي الاستومك وهذا الدودنوم، اوكي دودنوم. فالبنكرياس بي تو باد اللي هو هذا الدورزال باد وهذا الفينترال باد. الدورزال بارت اللي هو عباره عن اوت جروث منين؟ من ال من الدودنوم، اوكي من الدودنوم، اوكي زين. الفينترال بارت هنا من البليري، اوكي من البليري، اوكي زين. الفينترال هذا احنا مو راح يصير لنا روتيشن مال الاستومك، هذا ايضا راح يفتر، اوكي راح يفتر على مود الاوبننج مالت من مالت البايل داكت. تذكرون انه اكو اوبننج من البايل داكت اللي راح تفتح لنا بالسكند بارت مالت الدودونام بالميجر بابلي، اوكي بالميجر بابلي، هذا راح يفتر. اذا الفينترال بنكرياتك بعد راح يفتر ويا البلياري سيستم، ويا البلياري سيستم هنا راح يبدي يفتر. هذا هسه هو هنا يحكي يقول دورزال اند فينترال اوريجينيتنج فروم ذا ديرمال لايننج اوف ذا مي اوف ذا دودونام. دورزال بنكرياتك داكت از ان دورزال ميزنتري، اوكي هاي موجوده بالدورزال ميزنتري هنا، اوكي الدورزال بنكرياس تذكروا من ساعه من قلنا موجوده بالدورزال ميزنتري. الفنترال بنكرياتك باط لها كلوز ريليشن ويا من؟ ويا الجول بلادر ويا البايل داكت. وين تدونم روتيت تو ذا رايت اند بيكم سي شيب. الفنترال بنكرياتك باط موف دورزال راح يتحرك يعني يفتر ورا الدودنوم. similar to the shifting of the entrance of bile duct يعني وين الفرم على البايل داكت. الفنترال باد هسه راح نشوف الصوره، هذا شوفوا شلون افتر، هذا هنا افتر. فالفنترال الفنترال هذا صار جوا الدورزال، هذا الدورزال باد مع البنكرياس وهذا الازرق فنترال باد اوف بنكرياس. افتر من نانا الساعة شفناها الصورة، افتر ويا البايل داكت. وين الفرة مال البايل داكت؟ افتر وياها وجي صار ورا الدورزال بنكرياتك بات وصار جوا، اوكي يعني ورا وجوا، اوكي فصار behind and inferior. السواني سواني في شيء اسمه الانسونيت بروسس، اوكي الانسونيت بروسس، وسوانا الانفيريور بارت مالت الهيد مال البنكرياس، اوكي الانفيريور بارت اوف ذا هيد اوف ذا بنكرياس، اوكي زين. عندنا المين بنكرياتك داكت هاي اللي تفتح لنا ويا البايل داكت بالسكند بارت اوف ذا دودونام بالميجر بابلي، اوكي هاي الميجر بابلي، اوكي ميجر بابلي، اوكي زين. المين بنكرياتك داكت مين تجي؟ تجينا من الفنترال بنكرياتك داكت وتجينا من الدورزال داكت مالت الدورزال بنكرياتك بات، اوكي الدورزال بارت، هذا الدورزال بارت مالت من مالت الدورزال بنكرياتك داكت التقت هي ويا الفنترال بنكرياتك داكت وسوت لنا المين بنكرياتك داكت. المين بنكرياتك داكت زين احنا هنا ايش قلنا؟ قلنا الدورزال بارت مالت الدورزال بنكرياتك بات، الدورزال هذا الدورزال بارت مالت الدورزال بنكرياتك بات زين. هاي الدكت مالت من هذا؟ هذا البروكسيمال، البروكسيمال بارت. هاي ممكن تفتح وحدها ماينر بابلي، هاي ممكن تفتح وحدها بالماينر بابلي، ماينر بابلي، اوكي هاي نصيحي لها الاكسسوري بنكرياتك دكت، اكسسوري بنكرياتك دكت، اوكي مرات هاي 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 الدكت ويا الدكت هاي ما يصير بهن فيوجن، كل وحده تفتح وحدها بالدودنم، اوكي كل وحده تفتح وحدها بالدودنم، اوكي هذا نفس الحكي اللي حكيته هنا على الصوره. البنكرياتك انومالي شنو؟ البنكرياتك انومالي عندنا الانيولار بنكرياس، انيولار بنكرياس واكسسوري بنكرياتك تشو. شنو الانيولار بنكرياس؟ احنا هنا مو قلنا اكو دورزال بنكرياس اكو فينترال بنكرياس، هذا دورزال بنكرياس اكو فينترال بنكرياس، هذا الازرق فينترال وهذا الدورزال. هذا الدورزال العفو بالبدايه من يتكون بي تو بارت، يعني بارت يطلع من هنا وبارت من هنا، رايت وليفت رايت وليفت يسوون لنا هذا الفينترال بنكرياس، فينترال بنكرياس.
من يفتر ويروح يعني ويا البلياري داكت هذا، مو يفتر ويا البلياري داكت هذا، التو بارت مالته الرايت اوكي يمشي ويا البايل داكت، الليفت مالته هذا لا يمشي عكس، فيصير على شكل حلقه تحيط الدودنم، هذا يسحوله انيولار بنكرياس يعني حلقي اوكي انيولار بنكرياس. هذا ممكن اذا صار ممكن يسوي لنا شنو، يسوي لنا هذا يسوي لنا كونستركشن للدودنم اوكي، كونستركشن للدودنم، كونستركشن للدودنم تمام. الفنترال بنكرياتيك باد كونسيست اوف تو كومبوننت نورمال فيوز اند روتيت اراوند ذا دودنا سو ذات ذي كم تو لاي بيلو ذا دورزال بنكرياتيك باد اوكي. الرايت بورشن ميجريت الونج تو نورمال روت اوكي يمشي تمام، بط الليفت ميجريت ان اوبوزيت دايركشن. ان ذس مانر راح يسوي لنا على شكل انيولار بنكرياس، وهاي ممكن تسوي لنا كونستركت للدودنا وتسوي لنا كومبليت ابستراكشن. زين الاكسسوري بنكرياتك داكت ممكن موجود باي مكان من البرايمري انتستاينال لوب اوكي، ممكن موجود بالستومك، ممكن موجود بالميكال دايفرتيكولام، وهذا من ناخذه ونفحصه نشوف كل الهيستولوجيكال كاركترستيك اوف بنكرياس نفسها نفس البنكرياس. زين الديفلوبمنت اوف ميد جات، الديفلوبمنت اوف ميد جات هنا أنا مهم لازم نعرف شنو البرايمري انتستاينال لوب، برايمري انتستاينال لوب هسه راح نحكي. هذا اللي هو البرايمري انتستاينال لوب، هذا البرايمري انتستاينال لوب، هذا تو لوب اوكي، تو لوب اوكي، تو لوب، تو لوب اللي هو هذا نفسه تو لوب اوكي، تو لوب. ال السيفاليك اللي مالت اللوب اللي هي هاي، هاي سيفاليك يعني قريبه من هنا على الهيد، وهاي الكاودلن قريبه لهنا. هاي السيفاليك تعطينا بارت من الاورجن، وهاي تعطينا بارت. السيفاليك ليم ديفلوب انتو ذا ديستال بارت اوف ذا دودنام وججنام وبارت اوف اليوم اوكي. الكاودلن الكاودلن بيكم اللور بورشن اوف ذا اليوم وسيكم وابندكس واسندنج كولون والبروكسيمال 2 ثيرد اوف ترانسفيرس كولون اوكي. زين شنو فيسيولوجيكال هرنيشن، شنو فيسيولوجيكال هرنيشن؟ احنا الانتستين راح يصير بيها رابيد جروث، هذا البرايمري لوب رابيد جروث وي ديفلوبمنت اوف ذا ليفر، فالابدومن ما يصير بيها اكوموديشن لهاي الاورجن، ايش راح يصير؟ راح يصير بيها هرنيشن اوكي للاكسترا امبريونيك كافيتي، يعني تطلع هنا اوكي بعدين راح ترجع اوكي، بعدين راح ترجع. فا as a result of the rapid growth of primary intestinal loop and expansion of the liver intestinal loop enter the extra embryonic cavity بالامبلايكال كورد، هذا الامبلايكال كورد اوكي خلال 6 week of the development، بعدين راح ترجع بالاسبوع العاشر، يعني يصير بها هرنيشن بالاسبوع السادس وترجع بالاسبوع العاشر الى الاسبوع 12. زين هذا البرايمري انتستاينال لوب، هذا السيفاليك لمب وهذا الكاودال لمب. هذا صار بيه هرنيشن يعني طلع خارج الابدومن اوكي، على مود يرجع لداخل الابدومن لازم يفتر اوكي، يفتر كاونتر كلوكوايز 270 دقري اوكي، 90 خارج البادي يعني 90 خارج الابدومن، ومن يرجع داخل الابدومن يفتر البقية اللي هي 180 اوكي. يعني هاي هنا انا حاجيها قال during herniation about 90 والريمينينج من يرجع للابدومينال كافيتي اوكي، من يرجع للابدومينال كافيتي. زين هذا من صار له herniation، هذا اول بارت شوفوا، هذا اول بارت راح يرجع، اول بارت راح يرجع اللي هو هذا الفيرست بارت، مو قلنا ينطينا الجوجنام والاليام، فراح يرجع اوكي تمام، يصير على جهه الليفت سايد، وبراها راح يرجع هذا الكاودلم راح يرجع اوكي، راح يصير على جهه الرايت سايد. اذا السيفاليك لم اللي تعطينا الجوجنوم والاليام تصير على الليفت سايد، بينما الكاودال لم راح تصير على الرايت سايد، على الرايت سايد بعدين راح يصير بها روتيشن. هذا قلنا خلال الاسبوع العاشر الهرنييتد بيجان تو ريتيرن تو ذا ابدومينال كافيتي، البروكسيمال بورشن اللي هو نفسه السيفاليك لم
اللي هو الفيرست بارت مالت اللي هو الفيرست بارت اللي يرجع للابدومينال كافيتي، وراح يصيرون على جهه الليفت. بعدين ذا النيتشه راح يجن يعني يصير بها الريتر، يصير على جهه الرايت. اوكي هنا يقول السيكال باد، خلينا نشوف صوره هاي. هسه احنا مو رجعان، رجعنا اول شيء هذا السيفاليك لم رجعان على جهه الليفت سايد، وهذا هذا على الليفت سايد، بينما هذا الكاودال لم جت على الرايت سايد. مني رجعان سيكال باد تعرفون الفاينل بوزيشن مالتها هنا يصير المفروض الفاينل بوزيشن مالتها هنا اللي هي باللور رايت كوادرنت. من رجعت هي هنا صايره بالرايت ابر كوادرنت، هاي راح تبدا تنزل، تنزل لهنا، تنزل للليفت رايت كوادرنت. هي هنا كانت، هاي هنا كانت. اوكي راح ترجع يصير الفاينل بوزيشن مالتها هنا، وتخلينا على مود يصير ارينجمنت. هنا الانتستاينال لوب اللي هي ججنم والاليام صارت على الليفت سايد، سيكم صارت لنا على الليفت، على العفو على الرايت لور كوادرنت، وهذا الاسندنج كولون صار لنا على الرايت، وهذا الهيباتيك فليكسر هذا هنا على جهه الرايت ابر كوادرنت، وهذا الترانسفيرس كون، وهذا الديسندنج كولون، وهذا السيجمويد. تمام هذا السيجمويد على مود تعطينا الفاينل الفاينل بوزيشن مالت الاورجن. اوكي فاينل بوزيشن مالت الاورجن. اذا بالبدايه مني رجعان سيكال باد موجوده هنا بالرايت ابر، راح تبدا تبدا تنزل للرايت لور كوادرنت، للرايت لور كوادرنت. هذا السيفاليك لم، هاي السيفاليك لم، وهاي الكاودال لم، هاي الكاودال لم. اوكي هاي الكاودال لم. اوكي زين هذني اثنيناتهن يرتبطن هنا الهن بيمن، هاي التب مالته راح يرتبط لنا هاي بالفيتلاين داكت، هاي الفيتلاين داكت ويامن ويا الامبلايكس. عندنا فشي كلش مهم لازم نعرف الميزنتري. الميزنتري الميزنتري مالت الاسندنج هذا احنا نعرف انه هذا اسندنج كولون وهذا الديسندنج كولون. الميزنتري مالتهم، الميزنتري مالتهم راح يصير له فيوجن ويا من ويا البريتونيوم مال البوستيرير ابدومينال وول، على مود شنو، على مود يظلن ثابتات ما يصير بيهن موفمنت، والموفمنت هاي ممكن تسوي لي ابستراكشن. اوكي زين البارت من الكولون اللي ما يصير بي انكور للميزنتري مالته ويا البوستيرير بس السيكم، هاي على مود تعطيها الحركه. اوكي هاي السيكم راح ما يصير بيها فيوجن ويا البوستيرير ابدومينال وول. اوكي زين يعني يبقى بيها الميزنتري ثابت، على مود هي الميزنتري ثابت. اذا السيكم بيها ميزنتري، والذني اللوبس مالت الججنم والإليام بيهم ميزنتري، والسجمويد بيهم ميزنتري، بينما عندنا الاسندنج كولون والاسندنج كولون اثنيناتهم الميزنتري مالتهم راح يصير له فيوجن ويا من ويا البوستيرير البريتونيوم مال البوستيرير ابدومينال وول. يعني الميزنتري مالته البوستيرير سيرفيس مالتهم ذولا ما مغطى، بس الانتيرير سيرفيس بي ميزنتري والسايد مالته، بس السايد مالته. هذا نفس اللي حكيته هسه ان الميزنتري اوف اسندنج اند ديسندنج بورشن اوف ذا كولون بريس اجينست البريتونيوم اوف بوستيرير ابدومينال وول افتر فيوجن اوف ذيس لاير الاسندنج والديسندنج كولون ار بيرمننتلي انكورد اون ان ذا ريتروبريتونيال بوزيشن الابندكس واللور اند اوف ذا سيكم اند السيجمويد كولون ريتين ذير فري ميزنتري ترانسفيرس كولون. هذا من الساعة اللي حكينا هذا قلنا انه راح يصير ويلي جريتر اومنتم. اوكي ويلي جريتر اومنتم الميزنتري اوف ججنو اليال لوب هذا منين يمتد؟ من الاريا انه البريتونيوم الدودنام يصير انترا بريتونيال. احنا ايش قلنا؟ قلنا الفيرست بارت مات الدودنام انه هو اللي يصحوله دودنال كاب، هذا انترا بريتونيال. السكند بارت رترو بريتونيال لحد ما يصير الدودنام انترا بريتونيوم. اوكي الميزنتري مالته راح يبدي. اوكي فالميزنتري من المكان اللي يصير بيه الدودنام انترا بريتونيال لحد الاليوسيكال فالف. اوكي للاليوسيكال فالف هذا يصحوا له الميزنتري بروبر، نفسه الميزنتري بروبر. زين الابنورماليتي، الابنورماليتي شنو؟ احنا مو قلنا الاسندنج كولون الميزنتري مالته راح يصير ذا فيوجن ويا البوستيرير ابدومينال وول؟ مرات ما يصير ذا فيوجن، مرات ما يصير له فيوجن. اذا ما يصير له فيوجن راح يصير بي موفمنت، وهاي الموفمنت مالت الكولون ممكن يسوي لنا فالفولاس، يعني ممكن يلتف الكولون ويسوي لنا ابستراكشن. اوكي هاي وحده.
زين ممكن incomplete diffusion of the mesentery. شو تسوي ان هذا يعني اكو بارت من الميزنتري راح يصير له فيوجن ويا البوستيرير بريتونيا وبارت ما يصير له. هاي ممكن تسوي لنا بوكيتس يعني مكانات فراغات بيهايند الاسندنج ميزوكولون. وهاي البوكيت ممكن شو تسوي لنا انترابمنت اوف بورشن اوف سمول انتستين بيهايند الميزوكولون. زين احنا عندنا هذا الامبلايكال كورد، هذا الامبلايكال كورد لازم نتذكر هاي الفور جات وهاي الميد جات وهاي الهند جات. احنا قلنا هاي الفيتل لاين داكت اوكي، اذا هاي ويك بوينت ممكن هاي الويك بوينت يصير بيها هرنيشن هنا للامبلايكس اوكي، هرنيشن هنا من الامبلايكس لليوكساك اوكي. هاي ممكن يصير لنا هرنيشن يسحوا لها الامبلايكال هرنيا، امبلايكال هرنيا. اذا الامبلايكال هرنيا شنو هي؟ موست كومن كونديشن طبعا كلش كمان بالانفنسي والتشايلدهود. هاي تروح اصلا تروح ورا 6 شهور لحد السنتين ممكن تروح يعني ريزولف وذاوت سيرجري. الفيزرا هرنيات ان ذا ريجن امبلايكس هاي يوجوالي كفرد باي ذا سكين اند سبكتينوس تيشو والكوز مالتها ويكنس بالامبلايكال رينج اوكي، ويكنس اوف امبلايكال رينج. زين شعدنا عندنا الكونجينيتال ديفكت اللي هي البادي وول ديفكت، عندنا انفالوسيل والجاستروشيس ذن كلش مهمات. الانفالوسيل شنو هذا الفيرست اللي بالبادي وول ديفكت انه راح يصير لنا هرنيشن هنا مالت الفيزرا، ممكن ليفر ممكن انتستين ممكن جول بلادر تظهر لنا خلال الامبلايكال ريجن هنا، خلال الامبلايكال ريجن هنا هذا الديفكت مو ويكنس بالامبلايكال رينج لا، هذا هنا راح يصير لنا ديفكت راح يصير الهرنيشن والديفكت مالته خلال الامبلايكال رينج اوكي. الاوريجن مالت الديفكت انه العفو مو اكو فد ويكنس بالامبلايكال رينج لا، هنا مو صار احنا عندنا هرنيشن الفسيولوجيكال هرنيشن انه ما راح يصير الارتان يعني ما راح يصير نرتين انه هو نورمالي لازم يرجع هنا راح يبقى برا، فهذا يصح له انفالوسيل. اذا انفالوسيل يعني هرنيشن مالت الفيزرا ثرو ذا الامبلايكال رينج، امبلايكال رينج وانه هي كفرد باي امنيون اوكي، كفرد باي امنيون اوكي. الانسيدنس مالتها تقريبا 2.5 بكل 10000 وهاي مو وحدها تجي، تجي وياها اذر كونجنتال انومالي ممكن كاردياك انومالي ممكن نيورال تيوب ديفكت وكلش كمان ممكن تكون وياها كروموسومال ابنورمالتي، كروموسومال ابنورمالتي على مود نميزها منين؟ نميزها من الجاسترو اوكي. الجاسترو شيز شنو طبعا لفظها يختلف شلون ما تلفظوها انتو، اكو يلفظوها جاسترو شيز اكو جاسترو سكايسيز حسب اللفظ مالتكم انتو شو تلفظوها. هنا راح يصير هرنيشن هنا هنا بروتروجين بس مو من الامبلايكال رينج لا، على الرايت سايد مال الامبلايكس اوكي، على الرايت سايد مال الامبلايكس. هنا الكوز مالته شنو؟ ابنورمال كلوجر اوف ذا بودي اراوند ذا كونكتنج ستالك، الكونكتنج ستالك. هنا ما مغطاه يعني الفيزرا شوفوها هاي ما مغطيها امنيون اوكي، ما مغطيها امنيون او بريتونيا، اذا هاي ممكن ريسكي، هاي ممكن يصير بيها غانجرين وممكن يصير بيها انفكشن يصير سبتسيمي اوكي، ممكن يعني هنا يقول دامج اوكي، دامج ليش دامج؟ لان راح هنا راح تتعرض للامنيوتك فلويد، للامنيوتك فلويد. الانسيدنس هنا قلنا 2.5 هنا 1 اوكي، هنا ما بيها اسوشيتد كروموسومال ابنورماليتيز، هناك لا بيها اسوشيتد بيها اسوشيتد. هنا فالفولس اذا صار ممكن يسوي لنا كل اللارج ريجن اوف انتستين وممكن يسوي لنا فيتال ديث اوكي، فيتال ديث. زين احنا الفيتال لاين داكت شنو الفيتال لاين داكت؟ هذا اكو الريمننت مالتها، هذا مو الاليام راح يرتبط لنا هنا بالامبلايكس، هاي هنا ممكن ميكال دايفرتيكولم، هاي الميكال دايفرتيكولم ممكن هاي الفايبرس باند تربط لنا اياها ويا من؟ ويا الامبلايكس، هاي وحده. زين الفيتال لاين سيست شنو؟ هذا الفيتال لاين سيست اكو تو ليجمنت، الفيتال لاين ليجمنت هذا واحد يربطها بالإليام وواحد يربطها بالأمبلايكس. زين الفيتل لاين فيستولا شنو؟ انه اللومن مالت الإليام اوكي، اللومن مالت الإليام راح يصير له كونكشن ويا الأمبلايكس اوكي، كونكشن ويا الأمبلايكس.
زين الجت روتيشن ديفكت، احنا تتذكرون قلنا انه احنا لازم تفتر 270 عكس عقارب الساعة، اوكي 90 برا outside the abdomen و 180 من ترجع، اوكي زين ممكن تفتر بس 90. اذا افترت بس 90 ايش راح يصير؟ راح يخلي اللوب هنا قلنا ترجع، اوكي ترجع هنا، اوكي اللي هي هاي الفيرست بارت، ان اللوب راح يصير هنا، والكولون هم يصير وياها، يعني يصير على الليفت سايدد كولون، يصير على الليفت سايدد كولون. هاي ممكن شو تسوي لنا؟ ممكن تسوي لنا فالفولس، والفالفولس ممكن يسوي لنا كومبرومايز للبلد سبلاي. زين ممكن هذا شنو اب نورمال روتيشن، يعني تفتر لنا بس 90 ديجري ما تفتر 270. ممكن ريفرس روتيشن، يعني 90 درجه تفترها ويا عقارب الساعه مو عكس عقارب الساعه. اذا افترتها ايش راح يصير؟ راح يصير انه الترانسفيرس كولون راح يصير وين؟ ورا الدودنم، اوكي الترانسفيرس كولون راح يصير لنا بيهايند ذا دودنم، اوكي زين. دوبليكيشن ممكن يصير دبل، اوكي ممكن يصير دبل، هاي الكوز مالته ممكن اب نورمال بروليفريشن اوف جات برانكات، هذا هسه اللي حكينا. زين الجاتات ريجيو ستينوسيس ممكن تصير انها هي موست كمان بالدودنم، اقل شيء بالكولون، اوكي واكوال نمبر بالدودنم والاليم. الاتريجيا بالابر دودنم ليش؟ الكوز مالتها لاك اوف ريكانالايزيشن من الديستال بورشن مال الدودنم، اوكي الحد النهايه مال الانتستين. الستينوسيس والاتريجيا كوز باي فاسكولار اكسيدنت، اوكي فاسكولار اكسيدنت. شنو هاي الاكسيدنت؟ من اللي يسويها؟ ممكن مال روتيشن، اوكي ممكن فالفولس، ممكن ذن الانومالي الجاسترو والانفالو، اوكي وممكن اذر فاكتور. زين الاتريجيا والستينوسيس هاي بيكتشر ديراويك هنا، ممكن انه هنا 50% لوست، يعني هسه هذا البارت ما هو، ممكن 20% هنا اكو باند تربطهم بين ال ال هذا النارو لوب، اوكي وبين هذا، اوكي ممكن يصير بي ناروينج، اوكي هذا هنا ممكن اكو فد دايفرام يعني يفرج يعني يسوي لنا سيبريشن لللارجر اند سمولر بيسز، هذا هنا ممكن دايفرام، او ممكن هنا مالتيبل ستينوسيس، اوكي مالتيبل ستينوسيس اند اتريجي، مالتيبل ستينوسيس اند اتريجي، اوكي زين. الهند جات هسه احنا حكينا الميد جات، اوكي الهند جات شنو هي؟ الدستال ثيرد، احنا مو قلنا الميد جات تعطينا الاسندنج كولون، اوكي لحد البروكسيمال 2 ثيرد، اوكي بروكسيمال 2 ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. الدستال 1 دستال ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والديسندنج كولون والسيجمويد والركتم والابر بارت اوف ذا انال كانال، هذا نسحل الهيد جات، اوكي الهيد جات. زين هذا قلنا الابر 2 ثيرد، اللور 1 ثيرد يجينا من الاكتوديرم الراوند بروكتوديوم، اوكي الاندوديرم اوف الهيد جات اولسو فورم، حكينا كل حكينا انه ينطينا الانترنال لايننج مال البلادر واليوريثرا. الهيد جات هذا اند جات شوفوا ترمينيشن بالكلواكه، هاي الكلواكه، الكلواكه شنو؟ الكلواكه هي كافيتي ال ريبرودكتيف سيستم والجي اي تي واليورينري سيستم كلهن بالبدايه بالامبريولوجي فرزن هنا بالكلواكه. بعدين شنو؟ بعدين هاي الكلواكه راح تنفصل تنقسم الى قسمين ابر ولور، يعني اكو هذا سبتم، هاي ميزودرم، هاي لاير اوف ميزودرم يصيحوا له يورو ركتال سبتم، هي لاير اوف ميزودرم راح تجي تقسم لنا هذا السبتم، راح يقسم لنا الكلواكه، راح يقسم لنا هاي الكلواكه يقسم لنا اياها الى تو بارت ابر بارت ولور. الابر بارت هذا يصيحوا له البريميتيف يورو جينيتال ساينس، واللور يصيحوا له بريميتيف انوركتال كانال، اوكي بريميتيف انوركتال كانال، اوكي راح يقسم لنا اياها. فالتيرمينال بورشن اوف هينجات انتر ذا بوستيريور ريجن اوف ذا كلواكه، اكيد هذا البوستيريور ريجن فهو هنا دخل. الالنتويز انتر هذا الالنتويز، هذا الالنتويز، اوكي راح يرتبط لنا ويا من؟ ويا الانتيريور بورشن، اوكي انتيريور بورشن. الكلواكه هو شنو؟ از اندوديرم لايند كافيتي كفرد اد اتز فينترال باوندري باي سيرفيس اكتوديرم، هذا هنا يغطيها سيرفيس اكتوديرم،
اللي سحوله الكلواكل من برين، كلواكل من برين، كلواكل من برين، اوكي. لاير اوف ميزوديرم، هذا الفنترال، العفو، هذا الفنترال سيرفيس مالت الكلواكل، يغطي الكلواكل من برين، اوكي، كلواكل من برين. لاير اوف ميزوديرم، هذا الميزوديرم لاير من عنده يسحوله يورولكتال سبتم، اللي هو هذا اليورولكتال سبتم. ايش راح يعني راح يسوي لنا سيبريشن المن للريجن مالت بتوين الالنتويز، هذا نفسه الالنتويز، اوكي، وبين الهند جات، اوكي الهند جات، اوكي الهند جات، هذا التب مالته، هاي شوفون فصل، هذا اللي هو التب يسحوله البرينيال بادي، التب مالته يسحوله البرينيال بادي، التب مالت من مال اليورولكتال سبتم يسحوله البرينيال بادي، البرينيال بادي، اوكي. زين الاكتوديرم in the region of proctodium on the surface of part of cloaca proliferate and invaginate على مود تسوينا الانال بيت and subsequently degeneration of the anal membrane establish the continuity between the upper and the lower. هذا شنو معناه؟ احنا قلنا الابر 2 ثيرد مالت الانال كانال من الهند جات، اللور 1 ثيرد من الاكتوديرم، يعني من اللاير مالت الاكتوديرم، من اللاير مالت الاكتوديرم، هاي اللي راح يصير بيها بروليفريشن، اوكي، اللي يصير بيها بروليفريشن، هاي نفسها اللي يحكي عليها، هاي باعوها، هذا هنا صار بروليفريشن، وهاي بعدين هاي راح تسوي لنا هاي طبعا هنا انومالي، بس دا ابين لكم انه هي هاي نفسها لازم هنا يصير بيها كونتينويشن على مود يسوي لنا الانال كانال اللور 1 ثيرد اوف انال كانال، بس هاي البكتشر مال انومالي هسه نحكيها. زين الكاودال بارت اوف انال كانال اوريجينيت فروم اكتوديرم It is supplied by inferior rectal artery, a branch of internal pudendal artery. بينما الكرانيال بارت، الكرانيال بارت قصده الأبر تو ثيرد اللي يجي من الهند جات، supplied by من بالسوبريال rectal artery اللي هو continuation of inferior mesenteric artery. Continuation of inferior mesenteric artery. Okay. زين اللي يفصل لنا، احنا مو قلنا أبر تو ثيرد ولور 1 ثيرد، اللي يفصلهن اسمه البكتينيت لاين، اوكي البكتينيت لاين، الجنكشن بتوين ذا الاندوديرمال اند الاكتوديرمال ريجن اوف انال كانال از ديلينيتد باي بكتينيت لاين، بكتينيت لاين، هذا البكتينيت لاين. يعني شنو الابيثيليام، العفو الابيثيليام، الابيثيليام راح يختلف، يعني الابر 2 ثيرد كوليومينر، الابر 2 ثيرد كوليومينر ابيثيليام، بينما اللور 1 ثيرد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليام. الهند جات ابنورماليتي شنو عندنا هسه؟ هذا الاي والبي، هذا ركتو يورثرال اند ركتو فيجينال، هاي فيستولا، اوكي هذا ركتو شنو ركتو، هاي يورثرال فيستولا، هنا انا ركتو فيجينال فيستولا، ركتو فيجينال فيستولا، اوكي ركتو فيجينال فيستولا. زين ركتو انال اتريجي، اوكي ركتو رينال اتريجي، هنا أنا اللي هو هذا ركتو رينال اتريجي، اوكي ركتو رينال اتريجي. زين هذا الكوز مالتها فاسكولار اكسيدنت، اوكي فاسكولار اكسيدنت، امبرفوريتد انس، يعني ما بيها اوبننج، امبرفوريتد انس يعني هذا الانال ممبرين فيل تو بريك داون، يعني ما صار بي ريكانلايزيشن، اوكي نصيح له امبرفوريتد انس. ذن مهمات، اذا الهند جات ابنورماليتي ممكن يصير لنا ركتو يورثرال او ركتو فاجينال فيستولا، ركتو فاجينال وهذا ركتو يورثرال فيستولا، ممكن هنا ركتو انال اتريجي هذا الكوز مالته فاسكولار اكسيدنت، وهذا هنا راح يصير ب امبرفوريتد انس لان انه فيل تو بريك داون. خلصنا محاضرتنا، هذا البارت الثاني من الامبريولوجي، شكرا جزيلا.